مساء الخير. النهارده هنتكلم على طقم الفريزر الملون، نازل معانا في العروض بتاعت يناير. الطقم عباره عن 5 قطع. اول قطعه 1 لتر، وعندنا قطعتين، الواحده فيهم 1.1 يعني 1.1 و450 مللي 2. العلب الفريزر ديت انا بقول عليها ان هي 3 في 1، تقدري ان انت تستخدميها جوه الثلاجه وبره الثلاجه على الرف بتاع المطبخ عادي وفي الفريزر. الميزه بتاعتها ان هي اولا الغطاء بتاعها ليه شفه، بتبقى سهله جدا في الفتح وفي القفل بالشكل ده، بتخزني حاجتك فيها، بترصيها لو انت هتستخدميها مثلا في الثلاجه فتحطي فيها جبن، بترصي الجبن بتاعتك وبترجعي بتقفليها بمنتهى السهوله وتحطيها في الثلاجه. الميزه ان هي مرنه معاكي، لو حطيتيها في الفريزر وجيتي تطلعيها وهي متجمده يعني هتلاقي ان بسهوله شديده بتعملي كده وكده الحاجه على طول بتطلع بتاعتك اللي انت مخزناها فيها، وبتبقى سهله ان هي تطلع منها. ميزه كمان ان هي مرنه، ان هي لو وقعت منك مش بتبقى عرضه للكسر زي اي حاجه تانية بلاستيك ممكن تتحط في الفريز. الطقم نازل معانا في البيج ويكس، كميه مفتوحه، تقدري ان انت تطلبي العدد اللي انت عايزاه. هي علب ممتازة جدا، دي تقدري تحطي فيها بانيهات وحاجات زي كده، دي ممكن تستخدمي فيها سوائل، تحطي مثلا لو هتحطي لبن في الفريزر، لو هتحطي شوربة في الفريزر او حاجة زي كده، ودي برضو حجمها صغير لبواقي حاجات مثلا، او لو عاملة صلصات او حاجة بتقدري تخزنيها في التلاجة. ممكن كمان لو فواكه متقطعة زي مثلا بتقطعي فراولة على اساس انك تستخدميها بعد كده للعصير او لتزيين التورته والحاجات دي، هتبقى مناسبه معاكي جدا. طقم موجود ومتاح، وكل سنه وانتم طيبين.